قطة للشيمي مرة تانية. فوزي في قلب الملعب يطلع عمر فايد، الكرة المتسقطة، كنترول من قطة لكن ارتداد ومساندة، خطأ المرة دي من إسحاقه وتسديدة خطيرة وجول جول 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 جول. غلطة الشاطر بقلب وغلطة إسحاق يعقوبه يترجمها أوشايا إلى هدف في الثواني الأخيرة من عمر وزمن الشوط الأول. نجح شوقي غريب ونجح الذئاب فيما خطط إليه وأدرك هدف التعادل أخيرا، والتكملة موجودة. بص شوف الحكاية، آدي الحكاية، وقفت ما بين الأقدام، خدها قطة وينقذها أبو جبل، لكن أوشايا كرة متهيئة هدية على حدود خط المرمى بضربة راسية. اللاعب الأوغندي يدرك التعادل أصدقائي للذئاب ويحرز جوزيف أوشايا الهدف السادس ليه مع المقاولون العرب. 1-1